السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله تعالى موضوعنا عن قانون التصالح. ثار في الآونة الأخيرة كثير من الاستفسارات في أذهان المواطنين عن قانون التصالح. ما هو قانون التصالح؟ وما هو الغرض منه؟ وما هي الأوجه المستفادة من الحصول على شهادة من الجهات المعنية تفيد بالتصالح؟ وما هي الرسوم المستحقة التي تقوم الدولة بتحصيلها لتفعيل وتنفيذ قانون التصالح؟ وما هي الحالات التي لا يجوز فيها التصالح؟ أولا، الغرض من قانون التصالح هو كالآتي: إعادة هيكلة الدولة والقضاء على الفوضى. وكما تعلمون حضراتكم أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المباني والكتل السكانية على الأراضي الزراعية، وده بيؤدي إلى فوضى عارمة وبيؤثر على الدولة في المرافق وفي الصرف الصحي. فمن أين لك أن تدخل المرافق والصرف الصحي إلى الأرض الزراعية؟ كل هذا يكون على عاتق الدولة المصرية، والدولة المصرية في غنى عن أي نفقات تكون على عاتقها. فنحن الآن في مرحلة بناء ولا نستطيع أن نتحمل هذه الفوضى العارمة. بالنسبة للحالات التي لا يجوز فيها التصالح، أولا أن يكون المبنى غير مطابق للمواصفات، أن تكون المباني على أملاك الدولة، إلا إذا، وأؤكد على حضراتكم هذه الجزئية، إلا إذا أن تكون حضرتك بدأت فعليا في إجراءات مع هيئة أملاك الدولة. الحالة الثالثة عندنا إن أنا أبني على أملاك الغير، لا يكون البناء على أملاك الغير ولا على خطوط التنظيم ولا يكون على مباني أثرية. كل هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح مهما كانت الاستثناءات ومهما كانت التجاوزات. فنحن نقوم بالإصلاح، والغرض من قانون التصالح كما ذكرت لحضراتكم التقنين والتنظيم، والتصالح يكون في مصلحة الدولة ومصلحة المواطن المصري. وأنا بشكر السادة المحافظين ورؤساء الأحياء في الآونة الأخيرة بحلهم لمشكلة سعر المتر، وحيث أنهم قاموا بالتخفيض مما أدى إلى تيسير الأمور على المواطن المصري. الجزئية الثانية والمهمة إن أنا بدفع 25% عند تقديم طلب التصالح. ده الجدية ديت بتختلف من الثابت عندنا ال 25%، سواء كان في الريف، سواء كان في المدن الصغرى، في المدن الكبرى، في العواصم. لكن المشكلة عندنا في التنفيذ. بعض المواطنين بيتضرروا بيستاءوا من التعامل مع بعض الموظفين في المراكز والأحياء، لأن الأمور غير واضحة بالنسبة لهم أو غير مفهومة. يعني إحنا مش هنقول إن هم بيسيئوا التصرف، لا، إحنا هنحسن الظن ونقول إن هم لا يفقهوا الأمر بالشكل السليم الصحيح الذي يطبق القانون بشكله السليم ولا يخرجه عن نصابه الصحيح. 25% دي قاعدة، لكن كل مكان ليه حد أقصى، بمعنى إنه في الريف ال 25% لا يتجاوز الحد الأقصى عن 40,000 جنيه لمقدم جدية التصالح. يعني حضرتك لو المبلغ المستحق الإجمالي على المكان اللي حضرتك بنيت فيه أو على الأرض 50,000 جنيه، فأنا بدفع 25%، وده بيكون 12,500 جنيه فقط. يبقى الحد الأقصى بتاعنا 40، ما أقولوش أنت عليك 50,000 جنيه تصالح، ادفع 40 عشان هو ده المستحق. لا، المستحق من المبلغ ده، انا بدي فور اكزامبل مثال ان هو 50,000 جنيه، فهنقول ال 25% 12,500 جنيه. طب في المدن الصغرى الحد الاقصى، واكرر واوضح، الحد الاقصى 150,000 جنيه. طب في العواصم زي القاهره والمحافظات الاخرى بيكون 250,000 جنيه، بيكون 250,000 جنيه، ده الحد الاقصى. تمام. طب انا هستفيد ايه من شهادة التصالح أو الشهادة اللي أنا بحصل عليها من الجهة المعنية؟ أولا، حضرتك بتقدر إنك أنت تدخل المرافق بشكل رسمي وقانوني، بتقدر إنك أنت توقف الإجراءات القضائية التي تمت ضدك، بتقدر إنك أنت تتعامل مع الجهات المعنية بشكل سريع وسليم وقانوني، ما عندكش أي مشكلة بتقابلك،
الامور ماشيه ميسره، الامور سهله، اجراءاتك القانونيه سليمه، فما عندكش اي مشكله. بتقدر انك انت تقسط المتبقي من اجمالي مبلغ التصالح على 3 سنوات. دي كلها دي فائده ليك، فدي الفائده من الشهاده اللي بتحصل عليها من الجهه المعنيه. طيب بالنسبه للرسوم كما ذكرنا، واؤكد واوضح هذه النقطه للساده المواطنين وللساده الموظفين والعاملين بالجهات التي تتبع المحافظات والمراكز والاحياء، بالتركيز والتجديد وبحسن التصرف وفهم القانون بشكله السليم، وان يكون ال 25% التي يتم تحصيلها كمقدم لجديه الحجز كما ذكرنا في كل مكان له رقم معين حد اقصى للمقدم ولا يزيد عن ذلك، تخفيفا على المواطنين وتحقيق للهدف المرجو. وارجو ان اكون اثقلت على حضراتكم، وانا حبيت ان انا اذكر الموضوع واوضحه لحضراتكم بايجاز لا يكون مخل ولا باسهاب ممل، ولنا لقاءات اخرى باذن الله تعالى في القريب العاجل. لكم مني كل التقدير والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.